شو بتعمل السفينة إذا علقت بالعاصفة؟ مجبورة تلاقي مينا ترسفي. لازم نمشي، أنا عبقت، لازم نفل. طيب، مثل ما بد. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلك، كيفك؟ الحمد لله. وماما كيفها؟ منيحة، عم ترتاح بغرفتها. ما عرفنا كيف قنعناها تطلع لفوق وترتاح. ما هدي البيت، ناس رايحة وناس جاية. هيدي الماما ما فيها تقعد، ما بإيدها. هاي جاد. هاي شو بي؟ شكله معصب. تعال نشوف الماما. رح يزعل مني كثير الاستاذ فارس اذا عرف انك ضليتي كثير اليوم وما ارتحتي. شو يعني؟ بدك تقولي له قولي له. اخر همي. تعال هون. المهم بدي اياك تخلي لي عينيك ودينيك على هيدي اللي اسمها اميره. مش بدني ابدا. هودي الجماعة لازم نعرف مين هني. معك حق، ضروري كثير. بس ست ليلى لما راحت دينا لعندهم قالت لي انه كل اللي بيشتغلوا عندهم غرباء، حتى اللي فتحت لها الباب ما حكت معها ولا كلمة. عقلي لا تاكلي هم، راح نشوف طريقة لنعرف كل شيء عنه. ست ليلى. قالوا لي عذبتيهم اليوم. اخ يا ماما شو بدي اعمل؟ البيت مفروض اسم الله، ناس رايحه ناس جايه. الله يديمون. نحن شو اتفقنا؟ شو قال لك دكتور؟ رح امنع عنك الضيوف. والله كتر خيرهم يعني، لو ليهم انا اليوم ما تسليت وما عرفت شو عم بيصير برا. الله يسامحك يا ماما، معقول يعني اسمع من العالم هيك شيء؟ ليش شو سمعتي؟ قال مرتك بدها تفتح مدرسة، مدرسة موسيقى، واستأجرت هي وصاحبتها شو اسمها؟ سارة؟ ايه سارة. قال استأجروا فيلا. من امتى؟ من امتى الكنيل الحبالة بتشتغل؟